تقسم السلم عبارة عن ثلاث حاجات. تقسم السلم عبارة ان في عندك بادي، ان في عندك بسطة، ان في عندك قلب. لما تيجي تروح للسلم البادي بتاع السلم، السلم في البادي رقم واحد ان ليه حق زيه زي العمود، يبقى تستلم ان مكانه ده سليم، النقطة رقم واحد دي سليمة. تستلم ان النقطة رقم اثنين رأسية على النقطة رقم واحد، يبقى النقطة الثانية ان البادي رأس، يبقى الحطة تستلم عن طريق المحارب، والرأسية بتاعته تستلم عن طريق ميزان الخيط. بعد كده تروح تستلم البلاطة اللي هي الصدفة اللي هي البسطة، البلاطة اللي موجودة هنا دي تستلم فيها ايه؟ رقم واحد تستلم منسوبها، تجيب ميزان قامة، بتم استلام منسوب بطن الخشب اللي هنا وظهر الخشب اللي هنا، ان البلاطة موجودة في مكانها، وان سمك البلاطة بتاع الصف ما يزيدش عن السمك اللي موجود في اللوح. يبقى هنا هتستلم منسوب الصف بتاع البلاطة بطن وظهر، بطن وظهر، تحط ميزان القامة على بطن الخشب هنا وعلى ظهر الخشب من هنا من عند البادي. طيب بعد كده تستلم ابعاد البسطة بالابعاد بتاعتها اكس وواي، يعني تستلم البعد ده اكس، تستلم البعد ده واي. لما تيجي تستلم البعدين اللي موجودين هنا تستلمهم عن طريق بداية البادي، النقطة رقم واحد جابت لك النقطة رقم اثنين هنا عرفت بدايته، يبقى تجيب البعد ده والبعد ده، لازم الاكس والواي تستلمهم ترفيع. يعني ايه تربيع؟ يعني الاكس دي تقيسها مرتين وواي دي تقيسها مرتين، كده انت استلمت البسطة، يبقى ابعاد ومنسوب. النقطة اللي بعد كده اللي انت المفروض تستلمها هي الدرج. تستلم ايه في الدرج دوت؟ رقم واحد في استلام الدرج ان حضرتك تستلم سمك البلاطة، وقلت لحضرتك ان لازم تستلم سمك البلاطة عمودي على المائل. يبقى واحد سمك البلاطة ماله؟ عمودي على المائل. الجزء ده والجزء ده في اول البلاطه وفي اخر البلاطه، تستلم المنسوب مرتين بالمتر. بعد ما تستلم سمك البلاطه في الاول وفي الاخر تبدا تستلم حاجه اسمها الأد، حاجه اسمها الأد، الأد بالخيط، خيط يمين وخيط شمال، تشد خيط على الدرج، لازم يطلع ان الخيط ده ملامس لكل النقاط البارزه في الدرج اللي موجوده هنا، يبقى لازم تلاقي ان كل الدرج في ميه واحده في منسوب واحد. عشان كده في التشطيبات بنجيب دراع المونيا ونجيب قد الدرج الرخام باللوح. طيب بدراع الالمونيا كده انت جبت القد بالخيط يمين وشمال، هتشيل خيط يمين وخيط شمال، تجيب القد من اليمين والشمال. بعد كده بتعمل حاجه اسمها تقسيط الدرج. التقسيط يعني ايه التقسيط؟ يعني الدرجه دي لو 30 يبقى لازم استلم دي 30 ودي 30 ودي 30 ودي 30 وهكذا، يبقى لازم الدرج كله يبقى قد بعض. القد خلينا اقدر استلم ان الرأسيه دي قد دي قد دي قد دي قد دي، ونفس الكلام برضو جاب لي التقسيط، لان لو التقسيط فيه اختلاف والرأس مظبوط يبقى القد هيطلع غلط، يبقى القد بيجيب لك الاثنين. يبقى انت لازم تستلم التقسيط بالمتر، وبعد كده تستلم رأسيه الدرج الرأسيه بميزان ميزان ميه، بعد كده تستلم الافقيه بميزان ميه. يبقى انا كده استلمت سمك القد، واستلمت القد الموجود، واستلمت التقسيط، واستلمت افقيه الدرجه ورأسيه الدرجه. حضرتك كده اصبحت معلم، تقدر تستلم السلم في مع اي نجار. شكرا.